السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم برنامج لعبة. شنو اللعبة المناسبة حق ولدي؟ شنو اللعبة اللي استانس فيها الطفل بأمان وممكن تفيده، ممكن تنمي عنده مهاراته؟ شلون أختار اللعبة الصحيحة والمناسبة حق عيالنا؟ هذه الأسئلة يطرحونها الكثير من الآباء والأمهات، ونحاول في هذه الحلقات أن نعطيكم معلومات كافية تقدرون تأخذون فيها قرار مناسب لكم ولأسرتكم. موضوع اليوم عن الكرة. الكرة من الألعاب المسلية اللي يستانسون عليها الأطفال من عمر صغير. يكبر الطفل ويتعلق فيها وبأشكالها وبرياضاتها. أغلب الأطفال عندنا، لأن لعبة الكرة أو كرة القدم منتشرة عندنا بصورة قوية، يصير انتمائهم أو ميولهم حق ألعاب كرة القدم. ولكن الأطفال هم من ميول عندهم وعندهم رغبات أو أشياء يتعلقون فيها حسب العائلة، حسب الناس اللي حوالينهم، حسب حتى بعض الأحيان الشخصيات الكرتونية اللي يتابعونها. مثلا أكو بعض الأطفال يميلون حق كرة القدم، أطفال ممكن يميلون حق كرة السلة أو كرة الطائرة أو غيره من الألعاب. بعد الحين حتى أكو ألعاب جديدة تخلط من ثقافات أخرى بدأت تأخذ يعني نطاق واسع أكثر، مثل بادل وغيره من الألعاب. الأطفال من صغرتهم يحبون لعب الكرة. ليش يحبون لعب الكرة؟ لعب الكرة تنمي أو تلبي حاجيات الطفل على كذا مستوى. شلون يعني؟ الأخذ والعطاء بلعب الكرة وكونها نشاط جماعي يعزز الترابط الأسري، إذا كانوا يعني أعضاء الأسرة هم اللي قاعد يشاركوا في هذا النشاط، أو بين الطفل وبين زملائه، سواء بالمدرسة ولا بالروضة ولا في تجمع العائلة مثلا. أيضا تنمي عنده المهارات الحركية، عشان الطفل يمسك الكرة ويحذفها وترد له مرة ثانية، أو يستخدم ريولة يشوت فيها الكرة ويوجه. هذا كله أنت قاعد تطور من المهارات الجسدية أو الحركية عند الطفل. أيضا هناك مهارات أخرى، هي مهارات التنسيق عند الطفل، السرعة اللي يستخدم فيها الطفل إيده ولا شلون يلقف، هذا كله يسمونه coordination أو تنسيقية، ينسق بين النظر وحركة الرجل أو حركة الإيد على حسب النشاط اللي قاعد يسويه. أيضا هذا النشاط أو اللعب الكرة إنزين يعطي حافز على الحركة. وإحنا مثل ما إحنا عارفين، الحركة والنشاط الرياضي هو أساس الصحة. إذا بنقول الصحة تعتمد على 4 أشياء، لازم واحد منهم أساسياتهم يكون النشاط البدني. شلون أعرف أن هذه اللعبة مناسبة حق ولدي ولا لا؟ كرة قدم ولا كرة سلة ولا كرة طائرة، شنو أختار؟ أول شيء، النقطة الأولى المهمة وايد، هل الطفل عند الاهتمام في هذا الرياضة ولا لا، أو في هذا النشاط ولا لا؟ فالنقطة الأولى الاهتمام. ما يصير أفرض على طفل نشاط وأتوقع أنه راح يستمتع فيه إذا كان ما عنده رغبة. فالنقطة الأولى هي الرغبة. النقطة الثانية اللي أيضا مهمة، قدرته الجسدية للمشاركة في هذه اللعبة. بعض الأطفال عندهم قدرات عالية من عمر صغير، متعود عليها ومطورها. بعض الأطفال ما عنده اهتمام إلا على عمر كبير، وبالتالي مهم وايد نشوف هذه اللعبة مناسبة حقه ولا لا، عن طريق اختبارات بسيطة. تشوف تعطي الكرة وشوفه شنو يسوي وياها، وهل عنده قابلية للتطوير ولا لا. باقي النقاط نكملها وياكم
بس إن شاء الله بعد الفاصل. النقطة الثالثة اللي أيضا مهمة، هل هناك رغبة بالاستمرارية؟ ممكن الطفل عنده يكون استعداد مثل ما قلنا بالنقطة الأولى، عنده استعداد واهتمام بالرياضة. النقطة الثانية عنده الاستعداد الجسدي، يعني عنده مهارات جسدية وقدرات جسدية تخليه يقدر يشارك في هذا. النقطة الثالثة، هل عنده الرغبة بالاستمرارية؟ ممكن في بعض الأحيان الطفل عنده النقطتين الأول الثنتين بس ما لقى نفسه في هذا النشاط، فهني ما فيها شيء إذا قال أنا بحول من كرة السلة إلى كرة الطائرة أو بحول من كرة القدم إلى لعبة ثانية. نقطة مهمة وايد مشاركة الأصدقاء فيها. أغلب الأطفال يحبون يلعبون هذه الألعاب مع زملائهم أو مع أصدقائهم أو مع أفراد العائلة، وهني تي فايدة وايد مهمة حق هذه الألعاب، ألا وهي تطوير النواحي الاجتماعية عند الطفل. هذه الألعاب ولا أنها كانت بسيطة على مستواهم إلا أنها تنمي قدرات التعاون، تنمي قدرات القيادة، وأيضا تنمي قدرة تقبل الخسارة. وايد من الأطفال خاصة لعمرهم 6 و7 اللي خسر في شيء ممكن ما يتقبله، لكن لما مجموعة من الأطفال أو زملاء يخسرون في هذه اللعبة واحد يشيل الثاني. بعكس الألعاب الفردية، الألعاب الكرة اللي دائما فيها كرة فيها أخذ وعطاء، وتكون ألعاب أغلب الأحيان جماعية، وهذه أحد فوائدها العالية. إذا الطفل بدأ عنده رغبة واضحة، بدأ يستمتع، وبدأ نشوف عنده مهارات اجتماعية قاعدة تنمو، لازم نحط له خطة واضحة نساعده فيها على الاستمرار وعلى تطوير. لكن مثل ما قلنا من البداية، في أمان. شلون في أمان؟ كل رياضة وكل نشاط في فايدة وفي مخاطر. بعض الألعاب يكون فيها الاحتكاك عالي بين الأطفال، ففرصة الإصابات أعلى، بما في ذلك كرة السلة، كرة القدم، ممكن الهوكي، ممكن منتشرة عندنا ببلداننا لكنها موجودة، وغيره من الرياضات اللي فيها تصادم. بالتالي نتأكد أول شيء أن الطفل لابس لبس مناسب حق الألعاب اللي قاعد يلعبها، لبس يحميه من كسارات وغيرها، لابس حذاء عزكم الله مناسب حق اللعبة اللي قاعد يلعبها، ما يصير يلعب على أرض مثلا أرضية زلقة والحذاء يكون مو مصمم حق هذه الأرضيات، فرصة أن تنعفت الريل عالية تكون وايد، فرصة إصابة المفاصل تكون عالية وايد. كذلك في حال أن الطفل تعرض حق إصابة، لازم يكون أكو هناك شخص بالغ موجود يقدر يتصرف مع هذه الإصابات. أحد الإصابات المهمة وايد في هذا العاب هي إصابة الرأس. الأطفال دماغهم طري مو مثل الكبار، قوة عضلات الرقبة مو مثل قوة عضلات الكبار، فما يقدرون يتحكمون بحركة رأسهم، وممكن اهتزاز أو الضربة بالرأس يرد الرقبة لورا، وفرصتهم حق إصابات الرأسية أعلى من غيرهم. فلازم دائما يصير توجيه أن الاحتكاك يكون بسيط جدا أو تفادي، وإذا صابت إصابة وإذا صار إصابة رأسية خاصة إذا كان معها إغماء أو حركات لا إرادية أو حتى من غيرها، أخذ الطفل إلى الطوارئ أو إلى الطبيب المختص للفحص
وعودته حق النشاط الرياضي على حسب درجة الإصابة تكون بصورة تدريجية. أتمنى في هذه الحلقة أن غطيت لكم بعض الأمور اللي ممكن تفيدكم وتشجع أطفالكم على المشاركة في الألعاب الجماعية بصورة آمنة، على أن نلقاكم في حلقات قادمة.